دي موجودة. ايوه يا فندم جوه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا بكم. اهلا بيك فندم. اتفضل. شكرا. اخبارنا ايه يا ترى؟ كل خير يا فندم. الحراسة وافقت تسلمنا كل الأملاك من النهاردة لو حبينا. مستني ايه؟ ولا حاجة يا فندم. هبدأ حالا في إجراءات الاستلام. طب اعمل لك إما شوية عشان أنا عايز أصفي. تصفي؟ أيوه أصفي. والواحد فاضل له في العمر قد إيه؟ على رأي المثل رجل برة ورجل جوه. اللي تشوفه سعادتك. على العموم إحنا عندنا ممتلكات جايبالنا النهاردة أسعار خرافية. عال 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 عال. بيعه كله واختار أعلى العروض. حاضر فندم. استاذن انا ما شربتش قهوه لسه. ولا اقول لك بلاش احسن، يمكن تعمل لك حموضه في محلك. طب يا فندم استاذن انا. الف مبروك سعادتك. الله يبارك فيك. مع السلامه. شكرا. شد حيلك. فوق فوق خالص. حاضر يا سيدي. بقول ايه؟ نعم. نقي اصغر كوبايات عندك. حاضر. اهلا وسهلا. الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. تفضلوا. اهلا اهلا. اهلا. يعني يا اخوانا بقالكم مده طويله ما بتسالوش. سنين طويله ما شفتكوش. اصل ما كناش عاوزين نزعجك والله يا بيه. الود ودنا يا عم ما نسيبكش ابدا. طبعا طبعا. طبعا ما انا عارف. احنا كنا منتظرين اليوم ده بفروغ الصبر. وكانت فرحتنا تكمل لو كان البيه صغير لسه عايش. الله يرحمه بقى. ربنا يبشبش الطوبه اللي تحت راسك يا فريد يا ابن الغطريفي بيه. وازاي صحه سعادتك دلوقتي؟ بوم بوم والحمد لله. ان شاء الله دايما يا عمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مش دي منزل ابو الغطريف يا بيه؟ من عين المحمودية مركز البحيرة. عاوز حاجة؟ أنا شعبان قريبه من محمودية مركز البحيرة بجوار الإسكندرية. يا حنن يا حنن يا جدع أنت، شايفني بقولك لله؟ بقولك عايز ابو الغطريف. كسيبه يا محمد، خليه يخش، هو خاص علينا حاجة؟ اتفضل خش. السلام عليكم. ابو الغطريف بيه فين؟ ابو الغطريف، ابو الغطريف بيه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ازيك يا ابو الغطريف؟ اهلا 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 وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا بيه. اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيه. والله يا ابو الغطريف بيه انا فرحت لك من كل قلبي لما عرفت لك انهم رجعوا لك فلوسك وممتلكاتك. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. انما اقول يا ابو الغطريف حاجات كتير رجعها لك. ايه يا بختك يا عم، عين عليك بردة. انا يالك. بس ايه رأيك انهم طلعوا جدعان في الحركة دي؟ برضو تلحق تتهنى بفلوسك قبل ما تموت. فال الله ولا فالك. بعد الشر عليك يا عمي. اهلا وسهلا. عارف يا ابو الغطريفي بقالي كتير قوي ما جيش اسكندرية. من ساعة ما كنت جيت أدي في مكتب التنسيق. انا كنت عايز اخش الجامعة. جامعة ايه يابا؟ 48% دخلوا جامعة. انت كنت بتشربوا شربات. انت مين يا ابني؟ مين ده؟ ده شعبان ابن محمود الغطريفي، قريبنا من بعيد ده. لا زي ابوك يا شعبان. ابويا مين بقى؟ ابويا ما خلع من زمان الله يرحمه. انتوا مش كنتوا بتشربوا شربات؟ ما تجيبولي شربات. حكمان يا ابو الغطريفي احب قوي جامد حقيقي. مفيش مناسبه تعدي الا لما اقوم بالواجب. حد يموت اروح اعزي، حد يعي اروح ازور، حد يتقتل اروح اشهد. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. طيب يا شعبان احنا متشكرين. يعرف ده واجب علينا. فانا بقى يا ابو الغطريفي بيه من يوم ما اشتغلت في الاصلاح الزراعي في المحموديه. وليه بقى؟ يا شعبان. نعم. قلت لك احنا متشكرين.
وانا بقول لك العفو. انا بيه ده بيه تعبان وعاوز يستريح. ما هو قاعد مستريح اهو. معلش برضه يعني امشي؟ تعيش ونجملك. طيب طب انتوا مش هتغدوني؟ الواحد بيروح اي معزه ولا اي ميتم يا بيتغدى يا بيتعشى. ده سفر يابا، ده انا جاي من المحموديه لغايه هنا. ان شاء الله في المناسبات السعيده. ما هو مناسبه سعيده اهي، ولا دي مناسبه منيله منين؟ وبعدين معاك يا شعبان، قلنا لك البيه عايز يستريح. طيب خلاص، احنا برضه يهمنا راحه البيه. ما الزمش اي حاجه من البلد يا ابو الغطريفي بيه؟ شكرين يا اخويا. طب يا سيدي، ربنا يخليك لينا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انما الشربات ده على الريحه ولا مظبوط؟ بس حلو. السلام عليكم. اعذره يا سعاده البيه. ده ولد غلبان. ولا غلبان ولا حاجه. وجع لنا دماغنا. على فكره يا جماعه، انا لازم اتغدى. معاد غدايا جه. وماله يا عمي؟ ايوه، وانا على فكره برضو باكل مسلوق، والدكتور منبه عليا كده، والبنت عندي هنا بتطبخ على قدي. ربنا يديك الصحه يا سعاده البيت. وفي هنا مطعم قريب قوي من الفيلا، انما رخيص قوي. عارفين يا عمي. مع السلامه. على فكره ما تنسوش تقول لهم في البلد ان انا جاي قريب علشان يبقوا ينضفوا لي البيت. حاضر يا سعاده. مع السلامه.